بس ازاي برضو تحولت لمنصات اخبار وتعليم وغيرها، يعني بقى في استفادات مختلفة، ومن مجرد سوشيال ميديا لمنصات بتعلم وبتقول اخبار، وزي ما استاذ حسن برضو ذكر. هو زي يعني هو زي ما كان الباشمهندس بيقول بالظبط، متفق معاه تماما واخد الكلمة على لساني، هي التطور الطبيعي للتواصل ما بين الناس. فهي هي قناة تواصل. النهارده زي بالظبط لما جه الانسان الاول اختراع اللغه، اختراع اللغه كاداه للتواصل، بس استخدم اللغه دي في ايه؟ استخدم اللغه دي في ان هو ينقل افكاره، ان هو يعبر عن نفسه، وان هو ينقل خبرته لحد تاني، وان هو يبتدي يبقى عنده حاجه عايز يقولها فيقولها، والناس تانيه تستمع اليها وتستفيد من هذه الخبره. فزي ما كان الباشمهندس بيقول برضو، هي عمليه تطور في التواصل ما بين البشر وبعضهم، بس بقت بصوره بنسميها مور افيشنت، يعني بكفاءه اعلى بكتير وبقدره توصيل اعلى بكتير. فزي ما كان زمان عارفه اللي هو الناس كانت علب الزبادي اللي بخط تتواصل بيها، لا ده دلوقتي بقى خرطوم مطافي بنتواصل بيه. بس في نفس الوقت هي زي ما كنت بتقول، هي الغريزه الاساسيه للانسان ان هو كل واحد عنده معلومه عايز يقولها، فدلوقتي ما بقاش بس بيحتفظ بيها لنفسه، لا ده بقى عنده منصة يقدر يزاحها للعالم كله. وفي نفس الوقت من ناحية تانية الناس بقى عندها القدرة انها تنتقي اللي هي عايزة تسمعه اللي هي مش عايزة تسمعه. فبتبصي تلاقي نسمع بقى دلوقتي الناس اللي هي بقت انفلونسر، او اللي هو بقى عنده قدرة انه يعني مؤثر على شريحة معينة من الناس، بيأثر على شريحة معينة من الناس، لان هو قدر. دي بقت شغلانة خلاص، مش ممكن. بقت شغلانة بس ده شيء طبيعي، لان خلي بالك كل ما بيحصل تطور في صناعة ما بيتم خلق بتخلق وظائف وتنهي وظائف، ويعني فدي دي دي شيء مش لا مش وحش مش غريب يعني. بس هو اللي بيحصل النهارده ايه؟ في دايما رغبة أصيلة عند الانسان للتواصل بطريقتين، يا اما انا عايز اقول حاجه للناس واعلم الناس، او عندي معلومه عايز اوصلها، يا اما ناس عايزه تتعلم. فهي في منصه اتخلقت بطريقه ذات كفاءه عاليه جدا انها قدرت توصل ده بده، فحصل الاتصال يعني.